في البدء كانت الكلمة، ومنها امتدت جسور التقارب مع الآخر لنصل إلى نقطة التقاء تنطلق منها صداقة راسخة الجذور وممتدة الأفرع. فبالكلمة تتعارف الشعوب وتتواصل الأمم، وبالكلمة تبنى حضارات وتترسخ قيم. لذلك نبحث عن لغة مشتركة فننقل من لغة الآخر وإليها ما يعرفنا به ويعرفه بنا. فهناك حيث يكتبون بلغة لا نفهمها، تزداد المسافات بيننا اتساعا. نكتب بلغتنا ويكتبون بلغاتهم، ليبقى الفكر أسير اختلاف اللغة بيننا. روابط وعلاقات تتخطى حدود الزمان والمكان، تلك التي تجمع بين الأفراد على قطبي الكرة، يتواصلون في ظل لغة واحدة تجمعهم، وثقافة مشتركة وحدت قلوبهم وعقولهم، وأزاحت عن تفاصيل حياتهم حاجزاً قد يكون قائماً بين آخرين على البقعة نفسها من الأرض. كل بلغته عزيز، وتبادل المعرفة والثقافة بين الأمم والشعوب لن يتأتى إلا بالنقل من لغة إلى أخرى، حيث يتطلب الأمر معرفة ودراية كاملتين بقواعد اللغة المنقول إليها وأساسياتها، في حين يحتفظ كل منا في المقابل باعتزازه العميق تجاه لغته. لقد بلغت حركة الترجمة إلى العربية أوجها في العصر العباسي، حيث نقل الكثير من العلوم والآداب والفلسفة من لغات الشعوب الأخرى إلى اللغة العربية، إلا أن هذا الوضع لم يستمر على ما هو عليه حين بدأت حركة الترجمة عند العرب طريقها نحو التدهور لاحقا. لما ابتدأ العرب بعمليات الترجمة من أكثر من 1200 سنة، الاهتمام بنقل الموروث العالمي سواء كان يعني من اللغات الأخرى كاليونانية أو السريانية وغيرها ونقلها إلى اللغة العربية، هذه عملية التنوير التي حصلت، نقلت العرب نقلة كبيرة في العصر الذهبي السابق، وعرفتهم وابتدأوا الجماعة ليس فقط بالترجمة بل بالإضافة. فالترجمة تبتدئ بنقل رأي الآخر، لكن المهم أيضا هو الإضافة على هذا الموضوع والتعريف، تعريف العرب على ما ينشر يعني عالميا، وخاصة أن ما ينشر أعداد كبيرة مقارنة بما ننشره نحن كعرب. فوصول هذه الكتب هو جانب تنويري مهم، أيضا جانب التعريف بالآخر، أن يصبح الآخر ليس هذا الآخر الغامض بل المعروف. من هذا المنطلق سعى مشروع كلمة للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والذي يحظى بدعم من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تنظيم مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة، ليؤكد على أهمية الترجمة باعتبارها جسراً يربط بين الثقافات ووسيلة اتصال ومثاقفة تجمع العالم ككل. في ظل الانفتاح الواسع بين الأمم والتقارب الحاصل بينها، ولا سيما بعد التطور الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات، تبرز أهمية الترجمة وضرورتها في عصرنا الحالي بكل ما ينطوي عليه من تقدم معرفي، كما تبرز أهميتها في التعريف بالثقافة العربية والإسلامية وفي التعرف على ثقافات الأمم الأخرى. أنا لا يعني لا أؤمن بأن حينما ننقل من ثقافة الآخر فإننا فقط يعني متلقين سلبيين، لا على العكس من ذلك، إن النقل هو ازدهار أيضا للمكونات الحيوية في جسد اللغة العربية. الترجمة هي المسؤولة أيضا أو عنصر الأهم في ازدهار المعجم العربي. وحينما نتحدث عن المعجم العربي نحن لا نتحدث عن وجود منفصل عن الإنسان، لأن ازدهار المعجم يعني ازدهار العقل، واللغة هي التي تسهم في صناعة الإنسان لا شك في ذلك، والذي تقل مفرداته ربما يضعف تفكيره. إن بناء حركة ثقافية وأدبية تمور بالحياة والحيوية يتطلب تشجيع المؤسسات الثقافية في المنطقة على تفعيل حركة الترجمة والنقل والوصول إلى الصيغ المثلى لترجمة العلوم والتكنولوجيا وبناء معاجم علمية متخصصة، إضافة إلى تطوير المناهج الجامعية في حقول الترجمة وإنشاء معاهد ترجمة متخصصة لتخريج مترجمين مؤهلين وأكفاء، وهو تماماً ما يسعى المؤتمر إلى تحقيقه. نأمل من خلال هذا المؤتمر أن نحقق فهم أعمق للترجمة والآليات المتبعة فيها، ونأمل أن نحقق أيضاً الاستفادة والإفادة في عملية الترجمة كعملية متبادلة لنقل المعرفة،
وإن شاء الله ينال المؤتمر على استحسانكم ونصل للنتائج المرجوة منه. وانطلاقاً من رؤى وتوجيهات حكومتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رعاه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات حفظهم الله، نسعى إلى بذل أقصى الجهود في سبيل الارتقاء بثقافتنا وتطوير علاقاتنا مع الأصدقاء من مختلف بقاع الأرض عبر تحسين الواقع الراهن لحركة الترجمة وبلورة استراتيجيات تنهض بعملياتها وتوسع من حركتها وتدفع بها نحو آفاق مستقبل مشرق.